مشوا؟ مشوا ازاي؟ قصدي مشوا امتى؟ ما بقالهمش 10 دقايق، أول ما خرجوا من عن طريق بيه مشوا على طول. يبقى أكيد ما لحقوش يخرجوا من المحكمة، حضرتك ممكن تكلمهم على الموبايل على ما أروح أشوفهم بسرعة. استني يا فاطمة. على إيه يا بنتي الهواجة دي؟ هما يعني هاجروا أستراليا؟ ما كلها ساعة زمن ونتلم كلنا في بيت واحد. معلش يا دكتور، تلاقي بس الفرحة خلتهم. يا بنت أنت متأثرة قوي كده ليه؟ طب تصدقي هم عملوا فيا كده جميل، أصل لو كنت لحقتهم كان لازم أروح معاهم، إنما أنا دلوقتي منتعش كده ومنتشي وليا مزاج إن أنا أوصلك وأضرب مع جدك واحد قرفة بالجنزبيل. بجد يا دكتور؟ ده هيفرح قوي بالمفاجأة دي. والله أنت عونطجية وبكاشة زي أبوك الله يرحمه بالظبط. ليه بقى؟ والله بقول الحقيقة، بس أوعى تكون حضرتك دكتور سليمان. دكتور سليمان العريني. أيوه أنا يا فندم. طارق بيه رئيس النيابة عايز حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا اهلا يا دكتور سليمان. اهلا بيك يا فندم. قهوه حضرتك على الريحه بن محوج ولا حضرتك عدلت المزاج؟ ايه الحكايه؟ مش فاهم حاجه. طب حضرتك اتفضل استريح وانا هفهمك كل حاجه. شكرا يا فندم. قهوه على الريحه من البن بتاعي عالي بسرعه. تحت امرك يا باشا. ولا ايه راي حضرتك؟ في مطعم قريب من هنا بيعمل كل حاجه. تحب ناجل القهوه ونبعت نجيب لك طاجن عكاوي؟ انما ايه؟ مالوش حل. الا هو ايه الموضوع؟ هفهم حضرتك. سنة 95 كان في راجل طيب لابس جلابية حلوة كده وقاعد بيشوي ذرة جنب داره في بلد فلاحين، فجأة سمع صوت طفلة بتعيط ومش عارف الصوت ده جاي منين، وقعد يدور عليها لغاية ما لقاها تايهة في الغيط اللي وراه. وقال لها: إيه يا بنتي؟ إيه اللي جابك هنا؟ الله الله الله، انت مين يا بنت؟ قعدتي كده ليه؟ ابويا مات. لا اله الا الله. ابوك اسمه ايه يا حبيبتي؟ عبد التواب. عبد التواب؟ ما عندناش حد اسمه عبد التواب في الناحيه دي. طيب انت ما تعرفيش انت من انهي ناحيه يا ماما؟ ميت معاند. ميت معاند؟ يا خبر ازرق، وازاي جيت لحد هنا؟ وخدها الراجل الطيب في عربيته وراح بيها قريه ميت معاند اللي كانت قريبة قوي من بلده. وعليكم حاج. عليكم السلام ورحمة الله. بقول لك، هو في حد مات الاتنين اسمه عبد التواب؟ ايوه يا باشا، ما حدش يعزيه. اها، مش دي بنته برضه؟ ايوه يا سيدي. هو في حد برضه يسيب عيلة صغيرة وحدها لحد ما تعدي السكة وتخش في الدرة؟ لا اله الا الله. كلا جهه سللت منهم من الحوسه اللي هم فيها. اصل يا ولدها كان جاي يزور حماته وسر الاله طلع فجاه، وتقريبا مستنيين التصريح علشان يغسلوه ويدفنوه في البلد اللي فرحنا. مدارهم فين يا حاج؟ قدامك يا بيه. طيب سلام عليكم. عليكم السلام. يا حاج البقية في حياتك. ان شاء الله يخليك يا اخويا. انت لك انت فين يا حاج؟ كتر خيرك يا عمده، جميلك ده فوق دماغنا. هم يا عطيه، هم عايزين نلحق، عايزين نلحق العصر، مفيش وقت. جبت التصريح؟ ايوه امال الجيب اهو. يلا يلا خش على بيت عمك الحاج صالح وانا جاي احصلك. استنى يا زلمه عملت ليه؟ استنى اصبر اصبر. انت بتعمل ايه يا خينا؟ مين الراجل ده يا ابو حسين؟ يا عم صبرك بالله. الله يخرب بيوتكم، دي غيبوبة سكر يا بهايم. ايوه اكيد في حد من ميت معاند جه لحضرتك في قضيه وحكى لك على الموضوع ده. ما انت عارف دنيه الفلاحين اصلها صغيره قوي، والاحداث الغريبه اللي بتحصل لهم قليله، فبيقعدوا بقى يلتوا ويعجنوا فيها لحد يوم الدين. طب حضرتك فاكر بقى لما رجعت الميت بيت حماته وفوقته من الغيبوبه؟
وطلعت على دكتور الصحة اللي كتب له التصريح في مكتبه ورقعته علقة موت. والناس حبت توجب معاك وترد لك الجميل. طلبت منهم ايه؟ طاجن عكاوي. طيب يا دكتور، يعني فاكر كل ده وفاكر الطاجن ومش فاكر الواد الشقي اللي كان بيلعب قدامك وانت بتاكل ووقع الطاجن كله في حجرك؟ مش ممكن، انت الواد رؤى؟ ايوه الواد رؤى، ابن اخو عبد التواب الميت، قصدي اللي كان ميت وصحي. شفت الدنيا صغيره ازاي يا دكتور؟ طب ما انا عمري ما كنت هفتكرك يا رؤى، قصدي يا رؤى بيه. شكلي اتغير كتير؟ مش الفكره، اصل انا كل اللي فاكره من القعده الظريفه دي ان مرات عمك كانت حلوه حبتين. ايوه يا دكتوره علا سامعاكي. لا دكتوره شهناز مشيت يا انسه شهر. دكتور سليمان؟ لا دكتور سليمان لسه جوه عند رئيس النيابه، ما اعرفش بعت له ليه والله. اه طبعا انا قاعده مستنيه لحد ما يخرج. حاضر هكلمك، مع السلامه. شاوريلي؟ ايوه انا اسفه، بس اصل الدكتور سليمان او مراته لو عرفوا ان انا سبت شغلي وجيت هنا هيبهدلوني. ليه؟ هو مين حضرتك؟ انا سميه، بشتغل في شركه الادويه. مش انت برضو شغاله في مستشفى العريني؟ ايوه بس انا مش هتقل على حضرتك والله، انا بس عايزه اطمن منك على الدكتور سليمان والورطه اللي وقعت فيها بنته دي. اصل انت مش عارفه معزه الدكتور سليمان عندي قد ايه، ده انا بعتبره في مقام ابويا الله يرحمه. والنبي اطمنيني وتقولي لي ايه اللي حصل. مع اني مش من حق ان اصرح لك بانطباعي عن القضيه طول ما هي تحت ايدي وفي درج مكتبي، لكن حضرتك مش اي حد، وخلفيتي اللي انا عارفها عن اخلاقك وانسانيتك تديني جزء كبير من الحق ده. يعني الاحساس الخافي اللي وصلك ببراءه شهد من التهمه دي هو اللي خلاك تفرج عنها. يا ريت كنا نقدر نبني قراراتنا على الاحاسيس والانطباعات الشخصيه يا دكتور، كانت وفرت علينا كتير قوي. لكن الغلطه اللي وقعوا فيها بتوع المباحث هي السبب الوحيد لخروج شهد النهارده. معنى كده انهم لو كانوا قبضوا عليها باذن النيابه كان ممكن تتحبس احتياطي؟ بنسبه تعدي 90%، ووارد ان ده يحصل فعلا لو قدموا لي تحريات نهائيه تدعم نفس الاتهام. مش ممكن. اسمعني كويس يا دكتور، انا يمكن ما اقدرش اساعدك في اي اجراء قانوني لان ده مش بايدي وضد مبادئي، ويمكن كمان ما اقدرش اكرر استضافتي ليك مره تانيه بسبب حساسيه موقفي، لكن النتيجه اللي طلعت بيها النهارده من التحقيق خليتني اقدر اقدم لك خدمه مهمه قوي في القضيه. ايه هي الخدمه دي؟ ارجوك طمني. انا سمعت النهارده 5 شهود، 2 منهم النهارده ما ريحونيش مع انهم ما غلطوش في الكلام، لكن فيهم حاجه غريبه تتقري بين السطور، عشان كده انا كلفت رئيس المباحث يشتغل عليهم بكل قوته. يمكن يكون هيسالوا في القضيه؟ لا ما اعتقدش. دكتور سليمان ايه علاقته باللي حصل؟ الحكايه كلها تخص شهد لوحدها، بدليل كمان انه مطلبش دكتوره شهناز ولا حقق معاها. اه يبقى اكيد حد من المسؤولين الكبار اللي هم الجامدين قوي دول جه عشان يوصي عليه، خصوصا بقى بعد العمليه الكبيره اللي عملها للوزير امبارح. ما هو مش معقول هيسيبوه في الورطه دي من غير يعني ما حد. وانت عرفتي منين حكايه العمليه دي؟ وهي يعني دي حاجه صعبه، ده البنات عندنا في الشركه ما ورهمش سيره غير الكلام عن العمليه والقلق اللي كان في المستشفى معلش يا دكتور والله دي بنت غلبانة وكانت. هي مين دي اللي غلبانة؟ سمية. سمية؟ سمية؟ اسم قديم أوي. لا طبعا شاهد مستحيل تعمل كده، بدليل انهم افرجوا عنها. امال قبضوا عليها ليه؟ يمكن علشان راحت الاستوديو بالليل وفضلت قاعده لحد وقت متاخر. يا واد يا جامد يا بتاع الحركات، مبروك عليك يا بت، مبروك عليك الشغل والكارنيه، مبروك يا بير ومبروك.